في ظلال السيرة. نهاية الطاغوت مذلة. ها هو ابن مسعود تتهادى ساقاه النحيلتان، تتهادى بين أكثر من 60 من جثث الطواغيت، يقلب بعضها يحاول قراءتها رغم الدماء والغبار والعار الذي يكسوها، وفجأة يتوقف أمام جثة بلا ساق، يتأمل عينين شريرتين تضعفان شيئا فشيئا. إنه هو. مد ابن مسعود يده فقبض على لحية الطاغوت وقال: أنت أبو جهل؟ نظر الطاغوت فإذا براعي الغنم الفقير الذي طالما ضربه وشتمه ومنعه من الطواف ببيت ربه، نظر إلى الراعي فتحول إلى شاة بين يديه، لكنه تظاهر باللامبالاة كعادة أعداء الإسلام عند الهزائم، تظاهر وهو الذي كان يصاب بالجنون إذا رأى من يصلي، وهو الذي أمضى 15 عاما في حرب حقيرة على الدعاة ونبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما هو إسلامي، فقال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أدرك ابن مسعود أن هذا الثعبان متورم بسم لا مثيل له، فجرعه المزيد من الذل فقال: أي عدو الله، قد أخزاك الله. ثم نهض فسل سيفه القصير غير الحاد فضربه فاهتز، لكنه لم يتأثر، فالتفت فرأى يد الطاغوت قد تجمدت على سيف حاد، فضرب يده فسقط السيف منها فأخذه، ثم نزع خوذته التي تسمى المغفر عن رأسه ورفع سيفه أمام عينيه وهوى بكل قوته على عنقه، ثم عاد لنبيه صلى الله عليه وسلم فبشره، فاستحلفه صلى الله عليه وسلم قائلا: الله الذي لا إله إلا هو. فقال: الله الذي لا إله إلا هو. كان صلى الله عليه وسلم في غاية السرور حتى إنه كررها 3 مرات، لكن سقوط هذا الطاغوت وأمثاله يستدعي التثبت لا بث الإشاعات، فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فاستثبت. يقول ابن مسعود: فانطلقت أسعى مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك، فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: فانطلق فأرني. أخذه ابن مسعود مسرورا حتى أوقفه على جثته. وقف صلى الله عليه وسلم على جثة الحقد والإقصاء والظلم فقال: هذا فرعون هذه الأمة، كان رأسه هنا ورجله هناك وما بقي منه في مكان آخر. أبو جهل الذي وصف المسلمين بأنهم مجرد وجبة طعام، مجرد لقمة، ها هو يسقط على أرض بدر، يسقط دون أن يمس أحدا منهم بأذى،
دون أن يشفي غليله ولو بضربة واحدة. أما سيفه الثمين فلم تصدر منه سوى ضربة واحدة حزت رقبة أبي جهل نفسه. هلاك أبي جهل مروع. والتاريخ يكتب للطغاة بحبر المضطهدين، لكنهم لا يقرؤون، وإن قرؤوا لا يتعظون. في ظلال السيرة.